بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان هنالك مشروعان متباينان على طرفي نقيض. المشروع الأول وهو المشروع الذي تبنته مدرسة الخلفاء مشروع المنع من تدوين الحديث سواء بإحراق الكتب الحديثية أم بمعاقبة الرواة الذين يحدثون عن النبي صلى الله عليه وآله. وقد استمر هذا المشروع إلى زمن كبير من المئة الثانية بعد الهجرة النبوية. هذا المشروع الذي تبنته مدرسة الخلفاء أنتج نتائج كارثية. النتيجة الأولى وأشير إليها بالاختصار تضييع الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. النتيجة الثانية تفشي الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه بعد أن تم منع التحديث عن النبي لسنوات طويلة جدا ثم فسح المجال مرة واحدة للتحديث عنه صلى الله عليه وآله بعد أن مات كبار الصحابة وأعلام الصحابة، تسنى للوضاعين أن يضعوا ما شاءوا من الأحاديث من غير رقيب ولا عتيد. لذلك الباحث المصري الشيخ محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية يقول: وكان من آثار تأخير تدوين الحديث إلى ما بعد المئة الأولى من الهجرة وصدر كبير من المئة الثانية أن اتسعت أبواب الرواية وفاضت أنهار الوضع حتى لقد بلغ عدد الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف، ولا زال الكثير منها منبثا بين الكتب المنتشرة بين المسلمين في شرق الأرض وغربها. النتيجة الكارثية الثالثة التي ترتبت على المنع من تدوين الحديث انتشار الإسرائيليات التي بثها اليهود من ناحية والنصارى من ناحية أخرى، وصارت كتب المسلمين مبنية على الفكر الإسرائيلي. وهذا لسنا نحن الذين نقوله، ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع من تفسيره عندما يتحدث عن كعب الأحبار يقول: وقد أسلم كعب في عهد الدولة العمرية، فكان يحدث عمر بما في كتبه قديما، فربما استمع عمر له فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده غثه وسمينه. كعب الأحبار الذي هو رأس الهرم الإسرائيلي سنحت له الفرصة ونقل عنه المسلمون ما عنده غثه وسمينه، فانتشر الفكر الإسرائيلي في كتب المسلمين. النتيجة الكارثية الرابعة التي ترتبت على مشروع منع تدوين الحديث تحريف الدين، حتى اشتهر عن الحسن البصري قوله
لو رجع إليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرفوا من دينكم إلا قبلتكم. إلى هذا الحد بلغ الأمر، نتيجة غياب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وتسني الوضع للوضاعين، تشوهت السنة، اندثرت معالم الدين، بحيث لو بعث أصحاب رسول الله كما يقول الحسن البصري ما كانوا يعرفون من المسلمين إلا قبلتهم. النتيجة الكارثية الخامسة التي ترتبت على المنع من تدوين الحديث تغييب فضائل أهل البيت والتعتيم على مكانتهم. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لقد كان علي عليه السلام عندكم في العراق يقاتل عدوه مع أصحابه ولم يكن يعرفه 50 رجلا حق معرفته وحق إمامته. إلى هذا الحد بلغ الوضع عند المسلمين، بحيث أن 50 رجلا ما كانوا يعرفون أن عليا هو الأحق بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. كل هذه النتائج الكارثية ترتبت على المنع من تدوين الحديث، وهو المشروع الذي تبنته مدرسة الخلفاء.